خلينا نروح لأخبار كرة السلة ومن البطولة العربية لكرة السلة اللي الفرق بتحصل على راحة من المباريات النهاردة بعد تحديد مباريات دور الثمانية للبطولة اللي هتقام يوم الأربعاء بإذن الله. اللجنة المنظمة للبطولة العربية لكرة السلة كانت خدت قرار بأن مباريات دور الثمانية هتقام على صالة برج العرب وصالة الاتحاد بعد ما كان في قرار بأن المباريات الأربعة تقام على صالة الاتحاد السكندري. أسفرت مباريات دور الثمانية عن مواجهات اتحاد الفتح المغربي قدام فريق الزهراء التونسي، هتكون مباراته الساعة 5 على صالة برج العرب. الأهلي هيواجه فريق بيروت اللبناني الساعة 6 مساء على صالة الاتحاد السكندري، والاتحاد السكندري هيواجه فريق الوكرة القطري الساعة 7 مساء على صالة برج العرب. وآخر مباريات دور الثمانية هتكون بين وداد بوفارك الجزائري أمام الكويت الكويتي الساعة 8:30 على صالة الاتحاد السكندري. مباريات الدور قبل النهائي هتكون يوم الجمعة بإذن الله بين الفرق المتأهلة، وهتحصل على راحة يوم الخميس فقط لغير من المنافسات، وهيكون المباراة يوم الجمعة. في حالة تأهل الاتحاد السكندري بالفوز على الوكرة القطري وتأهل النادي الأهلي بالفوز على بيروت اللبناني، هيتواجه الفائز من اللقاءين في الدور قبل النهائي يوم الجمعة الساعة 5 على صالة برج العرب. وهتكون مباراة الدور قبل النهائي المباراة الثانية الساعة 7:30 يوم الجمعة أيضا على صالة برج العرب، اللي هتجمع طبعا الفائز من مواجهات اتحاد الفتح المغربي مع الزهراء التونسي، الفائز من المباراة مع مواجهة الفائز من وداد بوفارك الجزائري أمام الكويت الكويتي. نادي الاتحاد السكندري نظم حفلة للفرق المشاركة، في الحقيقة دي كانت حاجة لطيفة من الاتحاد السكندري صاحب لقب النسخة الأخيرة. تعالوا نشوف جزء من الحفلة ونرجع مرة ثانية مع حضراتكم. كلنا ثقة فيه طبعا، ان هو مش جديد عليه، مش جديد على الاتحاد، مش جديد على اسكندرية نفسها في استضافة البطولات، وبطولات كرة السلة بالذات في اسكندريه ليها طعم خاص. ان لم يكن يعني الحقيقه للاسف ان مفيش جمهور في البطوله، ودي حاجه مؤثره جدا جدا جدا، لكن هم ما لهمش ذنب فيها. لكن لو جمهور موجود كان هتبقى حاله تانية خالص. يعني انت لو انت ماشي في الشارع الناس بتقابلك يعني زعلانه وكده، لكن وصل لهم ان احنا نتمنى ان هم يكونوا موجودين في المدرجات. لكن انت شايف بقى الوفود كلها وانت بتتفرج عليهم، والفرحة بالاحتفالية دي باللي حصل بالمهرجان، صالتين 18 فرقة عربية موجودين، حاجة تفرح في الحقيقة. في مصر هنا معروفين بالتنظيم الجيد، بال 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 بالاستقبال الرائع، لأن يعني عندهم تجربة كبيرة في التنظيم في المنافسات الدولية والإقليمية. ولهذا ما الاتحاد الاسكندري في هذه المرة كينظم ما جاتناش شيء جديد، ولا ما متعودين على التنظيم الجيد والاستقبال الحار، واحنا مش شاكرين المسؤولين المصريين على هذا الاستقبال الحار. هو شيء يشرف مصر ويشرف كل الدول العربية ان تصير دورة بالكم هذا من الفرق. حاجة تشرفنا احنا اللي شاركنا في الدورة هذه، اكثر دورة فيها فرق مشاركة عبر من 33 دورة، يعني وتقابل من جميع البلدان، بتتحك معناها يصير احتكاك ومقابلات قوية مع جميع الأندية من جميع البلدان. تنظيم محكم، يعني تشرفنا بالحضور لهذه البطولة، يعني على المستوى التنظيمي ولا على المستوى الرياضي، يعني مستوى الفرق كان جيد جدا، كانت منافسة قوية، ويعني نتشرف أننا تأهلنا للدور المقبل، ونحاول ما أمكن أن نستمر في البطولة. دائما نادي الاتحاد السكندري مميز في استضافاته للبطولات، وخاصة بطولات السلة، وخاصة مدينة اسكندرية عروسة البحر الأبيض المتوسط. يعني كل الأندية العربية والقيادات العربية تحرص على المشاركة مثل هذه البطولات. الحقيقة يعني هذا كان تحدي بالنسبة للاتحاد العربي، أن بعد هذه الجائحة نرجع ننظم بطولات وتكون بطولات بهالقوة وبهالعدد الكبير.
هذا ساعدنا جدا. وفي طبعا كان في لو فتحنا الباب بيكون الاعداد اكبر من كذي، ولكن حرصا على التنظيم، وطبعا العدد الكبير صعب السيطرة عليه، لكن 18 نادي كان كبير بالنسبة لنا، ولكن اللجنة المنظمة وأيضا الإخوان في الاتحاد الإسكندري برئاسة الأخ العزيز محمد بصيلحي، وهو رئيس اللجنة المنظمة لهذه البطولة، اللي نحن كأسرة كرة السلة في الوطن العربي نشكره ونشكر زملائه في مجلس الإدارة على هذا التنظيم الرائع. هم في أربع فرق أو خمس فرق مرشحين للبطولة بدون ترتيب، يعني نادي الاتحاد والنادي الأهلي والنادي الزهراء التونسي ونادي الكويت الكويتي ونادي بيروت اللبناني. دول أقوى المرشحين للبطولة. حوالي 18 فريق، 12 دولة. أول بطولة تلعب على ملعبين بعاد عن بعض، استاد نادي الاتحاد في الشاطبي واستاد برج العرب. طبعا تنظيم فعلا كان متعب علينا، بس الحمد لله حتى الآن طالع بصورة مشرفة لمصر. الدول الأشقاء كلها بتشكر الحمد لله، والحمد لله إن شاء الله تكمل على خير لغاية النهاية بإذن الله. كل نادي كان لها وقت كافي للتمرين، صلاة جدا ممتازة، المواصلات في وقتها. ينقص طبعا البطولة هذه للأسف، ينقص الحضور الجماهيري بسبب الجائحة كورونا، لكن كتنظيم جدا رائع وصلاة جدا ممتازة، وأتمنى إن شاء الله نشوف المزيد من في كل أماكن الدول العربية بالبطولات إن شاء الله. رشح مين حضرتك للفوز بالبطولة العربية؟ والله شوف الآن بصراحة أنا أول لقاء قلت الاتحاد السكندري وكان والأهلي المصري، وقلت الغرافة وقلت اللبناني، لكن أشوف صراحة الكويت الكويتي الآن جدا 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 يقدم مستويات رائعة، وأتوقع له شأن كبير في البطولة هذه.